نتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفي عبر سكايب الأستاذ ياسر النجار الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم أستاذ النجار، وكذلك عبر خدمة زوم الدكتور قاسم حدرج الأستاذ في العلاقات الدولية. كذلك أهلا بكم دكتور حدرج. أبدأ معك النقاش أستاذ ياسر النجار، نبدأ من حيث انتهى التقرير. ما الذي سيقدمه الأسد بعد بوتين جراء الفاتورة الطويلة العريضة لخدمات بوتين في سوريا؟ مساء الخير لكم ولجمهوركم. بتصوري يعني الموضوع أكبر من أن الأسد يقدم، الموضوع أصبح بشكل واضح وبكل معنى الكلمة أن روسيا هي من تحكم سوريا. يعني عندما نقول قاعدة حميمين نقول أنه كأنه المكتب الرئاسي التي تدار منه كل الملفات السياسية في سوريا والملفات العسكرية والأمنية. أيضا نستطيع أن نقول أن بوتين يوصل رسالة مفادها على أن ولاية سوريا شأنها شأن ولاية الشيشان، شأنها شأن بعض الجمهوريات التي مرعية من قبل الفيدرالية الروسية، هي تأتمر بأمره وتتدخل بشكل مباشر. في ظل هذا الحظر الاقتصادي والسياسي المطبق على روسيا، مضطرة روسيا أن تستعين أمام الرأي العام على الأقل المحلي على أن هناك صداقات تتفاعل معها بشكل إيجابي، وكأن الأمر يخفى يعني عن الشعب الروسي أن سوريا هي عبارة عن محمية روسية، ولا يستطيع بشار الأسد يعني حتى لا يستطيع أن يقرر. يعني أضحكنا عندما ظهر بعض المحسوبين على النظام وقالوا على أن بشار الأسد قدم نصائح إلى بوتين. بشار الأسد يعني وظيفته على أنه ينتظر الأوامر من بوتين، ينتظر الإملاءات من بوتين. الآن بشار الأسد وهو يدعي أنه لا يزال في حالة يعني أمنية صعبة، لديه مناطق يعني ليست تحت سيطرته وليست بالقليلة، أتكلم عن حوالي 40% من الأراضي السورية. أيضا هو في حالة اقتصادية مزرية للغاية على مستوى التسليح، على مستوى العسكرة، حتى على المستوى الاقتصادي المعاشي. يعني نتكلم عن الشعب السوري يعيش الفاقة الآن، وفي ظل أيضا التصعيد الاقتصادي وارتفاع الأسعار نتيجة الحرب أو الاعتداء والاحتلال الروسي لأوكرانيا، الآن بشار الأسد أيضا يقدم الخدمات. هذا من جانب. الجانب آخر، أنا برأيي روسيا تستغل معاناة المدنيين السوريين الذين يقعون تحت رحمة بشار في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، يعني وتزر أو ترش عليهم بضعة دولارات من أجل أن يكونوا يقدموا أرواحهم في ظل معركة مجد بوتين ومعركة اعتداء بوتين على أوكرانيا. إذا بالنتيجة أقول الشعب السوري والقيادة السورية بين قوسين بين هلالين، هما مغلوبان على أمرهما، لا يملكان من أمرهما شيء سوى أن ينصاعوا لأوامر بوتين. يعني إذا أنت أستاذ النجار تقول إن سوريا أصبحت اليوم هي ولاية من الاتحاد الروسي أو من روسيا الاشتراكية، باعتبار أن بوتين اليوم يسيطر على القرار في سوريا، لكن بناء على ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو وكذلك المقطع الشهير لخالد العبود الذي يقول به إن سيرجي شويغو أثناء زيارته لبشار الأسد كان يطلب الإذن من بشار للقيام بعمل عسكري في أوكرانيا، والرجل قال له 1 2 3 توكلوا على الله روحه. صحيح هذا الكلام، يعني هذا من باب السخرية أو من باب التندر. أما على حقيقة الأمر الواقع فأنا أرى أن شويغو يعني هو معلم لبشار الأسد. في النتيجة من يحكم سوريا ليس بوتين يعني بشكل مباشر، بوتين مشغول بمساحات شاسعة وبأطماع كبيرة على مستوى الدول الغربية على وجه التحديد في الأيام الحالية. أما بالنسبة لوزير الدفاع ومن أسفل وزير الدفاع قائد طيب العمليات الحميمية، سأعود لك للتعليق حول هذه النقطة أستاذ ياسر النجار، ابقى معي لو سمحت. وانتقالا إلى الدكتور قاسم حدرج، يعني السوريون الذين يتوجهون اليوم إلى أوكرانيا للقتال في صفوف الجيش الروسي لا ناقة لهم ولا جمل من هذه المعركة، ما الذي يدفع هؤلاء إلى التوجه نحو أوكرانيا سوى لقمة العيش سوى الفقر؟ يقول البعض على اعتبار أن اليوم الاقتصاد في سوريا أصبح مترنح لدرجة كبيرة، انهار الاقتصاد بشكل كلي. يعني كالعادة عملية قلب حقائق وأي حدث يحصل في الكرة الأرضية يحاولون زج سوريا فيه ووضعها في قالب غير قالب العلاقات الدولية التي تربطها بروسيا العظمى، وتضعون موقف سوريا إلى جانب حليفها الأكبر روسيا في قالب الأداء التبعي، علما لو أن سوريا كما وصفها ضيفك
ولاية من ولايات روسيا، كلنا يعلم بأن روسيا والصين يسعيان معا إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وبالتالي لو صرح الرئيس بشار الأسد مثل ما صرح محمد بن سلمان بأن إسرائيل حليف محتمل لكان حكم الشرق الأوسط بأكمله، ولا كان اقتصاده يعاني من هذه العقوبات كما تعاني بقية الدول الكبرى. أوروبا بعد 5 أيام تصرخ من أزمة اقتصادية مرتقبة عليها. لكن دكتور بوتين حليف لتل أبيب، والآن يترنح تحت العقوبات. كما لا علاقة لها. موضوع سوريا والصراع العربي الإسرائيلي، كلنا يعلم أن قبل أحداث 2011 التي كانت سوريا الدولة المصنفة الدولة الأكثر أمانا في العالم، وكانت تصدر 400,000 برميل بترول يوميا، وكانت على قاب قوسين أو أدنى من الاكتفاء الذاتي، والنتيجة القومي 64 مليار قبل أن تأتي هذه الثورة المزعومة، ثورة برنارد ليفي الصهيونية العالمية. وبالتالي اليوم إذا كانت ولاية كان بإمكان شويغو أن لا يتكبد عناء السفر إلى سوريا والالتقاء بالرئيس بشار الأسد، كان يكفي أن يرسل إليه التعليمات بالهاتف كما يفعل مع الكثير من زعماء العالم، ولا يستقبله الرئيس بوتين على درج الكريملين، بينما يستقبل باقي الزعماء مع كلبه يعني داخل الوقت الكريملين بعد أن يجعلهم ينتظرون. اليوم تقلبون الحقائق. يعني الرئيس الأوكراني أعلن بعد طيب دكتور عذرا على المقاطعة، من الذي منع بشار الأسد كذلك من اللحاق ببوتين في قاعدة حميميم؟ المقطع انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومنذ سنوات. يعني هل هذه من البروتوكولات الدبلوماسية كذلك؟ أجبنا على هذا الموضوع عدة مرات، بأن زيارة الرئيس بوتين لقاعدة حميميم كانت زيارة خاصة، واستقبله الرئيس بشار الأسد هناك، وعندما أراد أن يستعرض تلة من الحرس الرئاسي أو قوة من القوى الموجودة بحميميم، كان يفترض بروتوكوليا أن يرافقه الرئيس الأسد في هذه الرحلة، فالضابط أشار إليه بعدم جواز أن يكون إلى جانبه. ولكن يعني استنسختم عدة مشاهد بعدها تبين مدى الحميمية بين الرئيسين، وزيارة الرئيس بوتين إلى دمشق وإضاءة الشموع وزيارة الكنائس وما إلى هنالك. دعني أدخل في صلب الموضوع. اليوم الرئيس الأوكراني أعلن بأن بعد 5 أيام فقط من بدء المعارك أن 16,000 إرهابي دخلوا إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب الرئيس الصهيوني. هذا أعلنه الرئيس زيلينسكي بنفسه، وتم الحديث عن أن هؤلاء عبارة عن مرتزقة يؤمنهم رجب طيب أردوغان في تركيا، ويتم إرسالهم إلى أوكرانيا دون أن يكون لديهم أي حافز أو أي دافع أخلاقي أو ديني أو مذهبي كما فعلوا في السابق ليحرقوا سوريا. فكان الإعلان الروسي عن لسان شويغو وزير الدفاع سيد شويغو بأن، واستخدم ذات الرقم يعني للمصادفة لكي يبين أن هذا التصريح هو سياسي أكثر منه عسكري، بأن هناك 16,000 مقاتل أعلنوا عن رغبتهم في الدخول إلى هذه المعركة والقتال إلى جانب الجيش الروسي على قاعدة عقائدية بأن يقاتلون الغرب، يقاتلون أمريكا، يقاتلون الرئيس الصهيوني إلى جانب روسيا التي تقف إلى جانب قضايا العرب والأمة، وهي ليست دولة غزو ولا دولة اضطهاد كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الكلام أيضا يقولونه يعني محللون استراتيجيون في أمريكا، من أن نحن بدأنا نفقد السيطرة لأننا نسمح لأنفسنا بأن نسافر آلاف الكيلومترات وننزل جنودنا في أراضي ونغزو العراق وأفغانستان وغيرها من الدول. يعني دكتور تريد القول إن هؤلاء الذين توجهوا للقتال بصفوف بوتين هو من باب رد الجميل لا أكثر؟ أنا أقول بأن هذا تصريح السيد شويغو أنا أعتبره كمحلل وكمراقب بأنه تصريح سياسي أكثر منه تصريح عسكري لكي يكف الغرب عن هذه اللعبة، لعبة محاولة حرق أوكرانيا ويعني وخلق مستنقع جديد كأفغانستان. يعني لا يوجد قوات دكتور، لا يوجد قوات توجهت من سوريا نحو موسكو للقتال يعني في أوكرانيا. التقارير تظهر والصور التي يعني يفتخر بها البعض وجود قوات أجنبية إلى جانب الرئيس زيلينسكي وليس إلى جانب الجيش الروسي الذي لم يأخذ بعد معارك مدن، ولكن يعطي إشارة
الروسي أنه إذا أردتم هذه العملية بإمكان إحداث توازن، هناك قوى ستقاتل عقائديا إلى جانبي بعكس المرتزقة التي تأتون بها من كل حيث. طيب ابقى معي دكتور. عودة إليك أستاذ ياسر النجار، ينفي الدكتور حدرج وجود قوات سورية توجهت إلى موسكو للقتال في صفوف الجيش الروسي، كل هذا الموضوع عبارة عن تهديد يقوم به فلاديمير بوتين للقول للمجتمع الدولي كما يقول الدكتور حدرج، هناك من يقاتل بجانب عن عقيدة كذلك. لكن ماذا عن القلادات، صور القلادات التي نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية تثبت وجود قوات سورية يعني تقاتل بصفوف الجيش الروسي، ماذا عن دقة تلك المعلومات كلها؟ يعني مبدئيا دعونا يعني نتكلم بشكل واضح وصريح، من يعتدي الآن هي روسيا، ومن المعتدى عليه هي أوكرانيا. يعني أوكرانيا لا تحتل الأراضي الروسية ولا تهاجم، الجيش الأوكراني لا يهاجم الأراضي الروسية، بل على العكس هناك اعتداء واضح ومسفر من الجيش الروسي إلى الأراضي الأوكرانية. هذا من جانب. جانب آخر، هناك موقف عالمي، نتكلم عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، من أصل 181 دولة، خمسة دول يعني من الباب يعني المزاح أيضا التي تأتمر بأمر بوتين، هي التي فقط كانت ضد التصويت على إدانة روسيا في هذا الاعتداء. إذا نحن نتكلم عن 181 دولة، 176 دولة ضد فكرة يعني الاحتلال الروسي لأوكرانيا، خمسة دول منها سوريا، أو لنتكلم عن بيلاروسيا، أو نتكلم عن كوريا الشمالية. إذا بالنتيجة نحن في حالة اعتداء، نحن في يعني اعتداء واضح من دولة على دولة، ونحن أمام توافق رأي عالمي جمعي على موضوع عدم أحقية هذه الخطوة، وأن هذه الخطوة ضد القانون الدولي. أما بالنسبة لموضوع الحالة العقائدية المفترضة أو المزعومة، فأنا أتصور هذا الأمر خطاب مقبول في لبنان عندما نسمع عن حزب الله أو عن ميليشيات شيعية، نتكلم عن تيارات الحسين أو نتكلم عن طريق القدس يمر عبر كييف أو عبر خاركيف. أما بالنسبة للجيش السوري، هذا الجيش المهلل المتبقي منه يعني العشرات بل المئات يعني الذين لا حول لهم ولا قوة ويأتمرون بأوامر ضباط روس، فعن أي عقيدة تتكلمون؟ وعن أي، وأنا أعلم أنه يعني الجيش السوري ليس عليه صبغة أرثوذكسية حتى يحارب بجوار بوتين باتجاه الحالة الطائفية هذه، علما بأن أوكرانيا نفسها هي أرثوذكس أيضا، والكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية أدانت خطوات بوتين، ولم نسمع صوت الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا وموسكو عن دعم بوتين. إذن دعونا لا نخلط الأوراق ونقول أنها حرب عقائدية أو ما شابه، ونوصف الأمور بحقيقتها، أنهم مرتزقة سوريين يأتمرون بأوامر بوتين وشويغو، وسيقاتلون ويقدمون أرواحهم لقاء لا شيء. أما بالنسبة لكن أستاذ ياسر نجار، قد يقول البعض كذلك يا زيلينسكي يعني أقر قانون يسمح للأجانب للقتال في صفوف جيشه، من حق بوتين بشكل طبيعي أن يأتي بقوات كذلك للقتال، كيف ترد على هذه الجزئية؟ يعني أنا بتصوري خطوة زيلينسكي هي الخطوة السياسية وليس الخطوة الحمقاء من روسيا، وأن روسيا تعتمد يعني تقوم بسياسة رد الفعل. جيد والله، سوريا يعني تحاول أن تدعم روسيا في سياسة رد الفعل، وعن روسيا العظيمة، وكأن ضيفنا لا يزال يعيش في فترة الاتحاد السوفيتي، يعني ليصحى صديقنا ويعلم أن الاقتصاد الروسي المتهلهل هو تصنيفه على مستوى العالم من بعد الأربعتاش يوازي اقتصاد إسبانيا، وليست روسيا العظمى كما يريد أن يتشدق، لكون أن المشاهد يعني المشاهد أصبح يتعامل مع الإنترنت ويفهم ماذا تعني روسيا كدولة شمولية ديكتاتورية ذات اقتصاد متهلل، اقتصاد لا يعني أي شيء على مستوى الاقتصاد العالمي. أما بالنسبة لقاعدة زيلينسكي، فأنا بتصوري زيلينسكي معتدى عليه، ومعتدى عليه بشكل واضح وجلي من دولة أخرى مجاورة من المفترض، وهذا الاعتداء لعبة سياسية من زيلينسكي عندما يقول للحكومات الناتو لا تريدون أن تتدخلوا، سأدعو شعوبكم لتضغط عليكم ويكون لكم يعني يكون لكم دورا بشكل من خلال ردة فعل الشارع عليكم وضغوطات الشارع. هذا من جانب. الجانب آخر، أنا لا أتكلم عن أوكرانيا كدولة عظمى، أوكرانيا دولة بسيطة ضعيفة على المنحى العسكري كما أرادت لها روسيا ذلك، لذلك أوكرانيا فعلا بحاجة لخبرات عسكرية، ولكن ماذا عن شويغو والدولة العظمى الروسية؟ هل تحتاج إلى خبرات
أصدقائنا الجيش السوري المهلهل الذي فقد 70% من أراضيه، ولولا تدخل إيران كما قالت أنه سقط نظام بشار أسد، ولولا تدخل روسيا كما قال الروس، أنا لا أتكلم من فراغ، على لعل ولعسى صديقنا لم يشاهد هذه المشاهد، فأنا يمكن أن أرسلها له. عندما قالت روسيا ماذا؟ سوريا كانت مستسلمة وسقطت سوريا لولا تدخل الجيش الروسي. هل الجيش الروسي الآن سيسقط ولولا تدخل الجيش السوري لسقطت هذه الأمور؟ نعم يعني هذا السؤال توجه به نعم هذا السؤال توجه به للدكتور حدرج. دكتور قاسم حدرج، هل يعقل يعني كما تحدث الأستاذ ياسر النجار الجيش الروسي بقواه العظيمة بقواه التي لا حدود لها، دولة من أقوى دول العالم ولها وزن في المجتمع الدولي وما إلى ذلك، دولة مصدرة لكل أنواع الأسلحة ومصنعة لمختلف أنواع الأسلحة، أن تستعين بجيش بشار الأسد كما يسميه البعض جيش أبشحاطة لا يستطيع حماية نفسه كذلك؟ بأنفسكم بأن روسيا العظيمة وتملك إمكانيات مهولة ولم تستدعي حتى الاحتياط تستعين بالجيش العربي السوري. هناك على الأقل فيلق اسمه الفيلق الخامس أنشأته القوات الروسية لمواجهة الإرهابيين، بإمكاني على الأقل استعانة بهذا الفيلق. أما هذه التوصيفات للجيش العربي السوري الذي هزم تدخل 86 دولة على أرضه فهذه توصيفات معيبة. هذا الجيش العربي السوري الذي تتحدث عنه مع دراسات الاستراتيجية من أنه هذا الجيش الجبار إسرائيل الذي تقول بأن هناك ماردا نائما كان اسمه الجيش العربي السوري أيقظناه، قاتل على 1000 نقطة اشتباك لمدة 8 سنوات بشكل مستمر، واليوم دخلنا على السنة 11. لماذا تتحدثون عن السعودية التي انتهكت القانون الدولي وبحجة حماية أمنها القومي دخلت في حرب 8 سنوات واستعاد نصف الجيش السوداني لأسباب اقتصادية؟ لماذا تتحدثون عن وجود الجيش التركي على الأرض السورية خلافا للقانون الدولي؟ كل هذا لم يستفزكم بينما استفزكم بوتين، وحتى الأمريكيين اليوم يقولون نحن اليوم لأجل أن بوتين يحمي أمنه القومي، بينما نحن نتدخل على بعض ألاف الأميال في شؤون الدول ونأخذ الدول خلافا للقانون الدولي. تتحدثون عن قرارات الأمم المتحدة، هذه الأمم المتحدة أصبحت مطية ودمية بيد أمريكا. ماذا فعلت 186 دولة؟ كم دولة منهم يعني يعتبرون إسرائيل دولة شرعية وهي تحتل الأراضي الفلسطينية ولا يحققون ساكن إزاء كل جرائمها منذ العام 48 إلى اليوم؟ ماذا فعلت هذه الدول؟ بينما هذه الحكومات يتحدث عن الاقتصاد الروسي لمعلوماته يعني هو يلجأ إلى الإنترنت. آخر 10 سنوات الرئيس بوتين أصبح لديه صندوق سيادي، وهذه دوائر دراسات أمريكية تتحدث عن أن صندوق السيادي يفوق 600 تريليون دولار، وضعف مخزون الذهب 4 أضعاف، وبالتالي هو اليوم يتحدى أوروبا بكل عقوبياتها بأنها تطلق النار على نفسها. هو مستعد لهذه الحرب، وعدا عن ذلك بوتين لم يكن بهذه القوة إذا ذهب وأدب الشيشان وأعاد تنصيب رئيس موالي لروسيا. لكن دكتور ولو ابتعدنا قليلا عن الموضوع الرئيسي ليس بالكثير حقيقة، الابتعاد يكون يعني تتحدث عن قوة هذا الجيش، الجيش الروسي، قوة المعدات العسكرية لروسيا، الإحصاءات الرسمية لأعداد القتلى الروس الذين سقطوا في أوكرانيا تجاوزت 12 ألف مقاتل، أضف إلى الطائرات التي أسقطت والدبابات التي دمرت وما إلى ذلك. يعني البعض يقول الأسلحة الروسية كانت أسلحة عبارة عن أسلحة كرتونية لا أكثر. نفس الدعاية التي سمعناها في سوريا، وللعلم أنه كمان لمعلومات ضيفك أن الرئيس بشار الأسد مع جيشه بقي يقاتل وحيدا على مدى 15 شهرا، ثم دخلت بضع مئات مقاتلين من حزب الله لتغطية جبهة واحدة. أما روسيا فتدخلت في العام 2015 بعد صمود أسطوري لمدة 4 سنوات، وبعد تدخل قوة إقليمية وثم قوة دولية في الحرب على سوريا. ودخل الرئيس بوتين منذ ذلك اليوم أعلن بمواجهة المجتمع الدولي في الأمم المتحدة بأنه قادم إلى سوريا لإعادة التوازن والهيبة إلى القانون الدولي ومنع البلطجة الأمريكية ومن الاستعمار
استخدام القوى العسكرية لتغيير إسقاط حكومات وتغيير أنظمة، هذا ما أعلنه في 2015 وهذا ما طبقه حرفيا وما زال يطبقه اليوم، وقد يعني قدم العديد من الإنذارات. واليوم الاتحاد الأوروبي ماذا يقول؟ لقد اعترف الاتحاد الأوروبي بشكل علني بقول أننا أخطأنا في التعامل مع روسيا، وأخطأنا عندما وعدنا أوكرانيا بإدخالها إلى حلف الناتو. هل يقتضي أو ينبغي أو من المسور أن يقف العالم على حافة حرب عالمية ثالثة أو يعاني من هذه الأزمات الاقتصادية الكبرى بسبب إدخال أوكرانيا إلى الناتو؟ ماذا سيضيف للعالم وللسلم وللأمن الدوليين إدخال أوكرانيا إلى الناتو وروسيا لم تطالب هذا المجتمع الدولي سوى بهذا الطلب؟ لكن يا دكتور، أوكرانيا هي دولة ذات سيادة يحق لها ما يحق لغيرها، تقرر مصيرها إلى من يعني تنضم وإلى جانب من تقف، لكن ماذا عن العنجهية الروسية؟ يبقى معي دكتور. هذا الكلام يكون سليما لولا أن هذه الدول بذاتها والأوروبية بذاتها تدخل في كل شؤون الدول. إيران دولة ذات سيادة وتقوم بتطوير صناعاتها وعلميا بالنانو تكنولوجي، فما دخل الدول العالم لكي تحد من صلاحيات إيران أو من تطويرها للصواريخ البالستية وغيرها؟ كأننا نتحدث عن العالم الفاضل ولا أحد يتدخل بشؤون أحد هناك. لماذا هذه المنظمة؟ لإرساء السلم والأمن الدوليين. فإذا كان دخول أوكرانيا إلى الناتو يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين، عليها أن تعالج هذا الموضوع. نعم، سنبقى في موضوع المارد السوري الذي تحدثت عنه منذ قليل، أي جيش بشار الأسد. دكتور أو أستاذ ياسر النجار، يعني تل أبيب بجبروتها وقوتها ووقوف العالم لربما معها بشكل عام، الوقوف مع الظالم ضد المظلوم، تقول يعني تصف الجيش جيش بشار الأسد بأنه مارد وكان نائم. كيف يعني تحدث حضرتك منذ قليل عن هذا الجيش بأنه لم يتمكن من حماية نفسه حتى يتوجه ويساعد بوتين في الحرب على أوكرانيا؟ يعني يحب لي أو يطيب لي أن أذكركم أن سوريا محتلة من قبل إسرائيل من الجولان منذ 55 عاما، يعني منذ 67 نكسة حزيران وحتى اليوم سوريا محتلة في أراضيها في الجولان السليب من قبل الكيان الإسرائيلي الغاصب. وكان طوال فترة يعني 30 سنة كان حافظ الأسد البائد يحاول أن يصور لنا أنه يجهز نفسه لمعركة تحرير الجولان. وما الذي حصل؟ دخل ابنه الآن ودام في حكمه أيضا 22 سنة، وحتى هذه اللحظة يتعرض يوميا، إذا قلنا ليس يوميا، على مدار كل أسبوع على الأقل 3 أو 4 مرات إلى ضربات، وهو يلتزم سياسة الصمت والرد في الظرف والوقت المناسبين. إذا نعلم أن هذا الجيش الجبار السوري يحضر نفسه بعد 200 عام أو 300 عام من أجل تحرير أراضي الجولان التي لا تتجاوز يعني حوالي 15,000 كيلومتر مربع. هذا من جانب. من جانب آخر لنقولها بصراحة، بشار الأسد الذي يعني يتصور أنه قائد وطني والآن هو يأتمر بأمر الروسي، والروسي الذي يتعاون وينسق مع الطيران الإسرائيلي في كل ضربة جوية في داخل دمشق وفي داخل حتى في عمق سوريا في مناطق تدمر، كان هناك ضربات وفي مناطق حلب. إذن إسرائيل حليف قوي وينسق بشكل كبير جدا مع روسيا على الأراضي السورية. ماذا عن الدفاعات الجوية التي قدمتها روسيا؟ عندما سئلت روسيا هل هذه الدفاعات الجوية يعني لا حول لها ولا قوة، فأجابت لا، المشكلة في الجنود السوريين لا يستطيعون أن يفهموا أن يتعاملوا مع المنظومة الصواريخ F-35. أنا لا أتكلم على لساني، أنا أتكلم على لسانهم هم. أما بالنسبة للجبار الروسي الاقتصادي فيمكن أن يعني أن أقبل هذا الكلام لولا أن روسيا تستورد التكنولوجيا من أمريكا وتستورد البرمجيات من أمريكا وتستورد الغذاء من تركيا وتستورد. روسيا ليس لديها إلا أمران، النفط والغاز تتباهى بهما وهو حصة كبيرة وهي أكبر دولة تصدر هذا الأمر، والأمر الثاني هو السلاح العسكري التي تاجرت بتسويقه في الحرب في سوريا. إذن روسيا دولة تعيش وتأكل وتركب سيارات وتستعمل هواتف لم أسمع بماركة روسية، ولعل ضيفك يعلم ببعض الماركات اللي سمعنا بها، لعل وعسى يعني يمكن أن نقوم على التجارة من خلالها. أما بالنسبة لموضوع بشار الأسد واستمراره بالحكم كجيش،
هذا الجيش المهلهل هو اعترف بذاته أنه لم يبقى لديه طائرات، ولولا الطائرات التي قدمت علينا من مطار حميمين لا يوجد لديه طيران عسكري، بل حتى طيران مدني لم يعد يوجد لديه. فعن أي جيش تتحدثون وعن أي استراتيجية لجيش عسكري تتكلمون؟ أما بالنسبة لروسيا واعتدائها على أوكرانيا فدعونا نعود إلى وراء قليلا. نعم. هل الاعتداء مبرر فقط والاعتداء على الأطفال والنساء وتدمير مستشفيات؟ يعني المواطن الذي الآن يراقب الأحداث في أوكرانيا يتذكر الأحداث في حلب، يتذكر الأحداث في دوما، يسمع بتدمير مستشفيات والهجوم على مدارس. أما المشكلة بتعرف أين؟ المشكلة أنهم يكررون نفس الكذب. المستشفيات في أوكرانيا قال تحتوي على مقاتلين، إذن أين هم المرضى والأدوات الطبية؟ هل هي التي في الملاجئ وتحت الأرض والمقاتلين على أبراج وبنايات 6 طوابق و7 طوابق؟ يعني هل هناك عقل عسكري يتكلم أماننا الآن؟ إذن روسيا في اعتدائها على أوكرانيا وفي قتل المدنيين في أوكرانيا أمر شائن غير قانوني معيب. أما عن الخلافات السياسية فأنا أتفهم أن يكون الخلافات السياسية لديها طاولات حل سياسي، هذا ما رأيناه على مستوى مثلا لبنان. لبنان لديه مشكلة مع إسرائيل ولكن يجلس مع هذا الكيان الغاصب من أجل ترسيم حدود. أم أن هذا الأمر مبرر لأن طائفة معينة هي التي تدير هذه الاجتماعات؟ أو لبنان الآن يبرر لنفسه أن يسحب غاز أو نفط من إسرائيل؟ أنا أتفهم أن هذا قرار سياسي. طيب لنسأل الدكتور قاسم حضرت كذلك أستاذ ياسر نجار، إلى أي حد تؤثر اليوم العقوبات المفروضة، العقوبات الدولية المفروضة على موسكو؟ كيف ستؤثر بالمقابل على اقتصاد بشار الأسد؟ عودة إليك دكتور قاسم حضرج وهذا السؤال لك، تفضل. يعني سأبدأ بالإجابة على السؤال. لا شك أن هذه العقوبات سوف تؤثر كثيرا كبيرا على الاقتصاد الروسي ومنه على الاقتصاد العالمي الذي يعتمد في جزء منه على المساعدات الروسية. ولكن هناك فرق كبير بين من يستعد لهذه العقوبات وكان يستعد لها منذ عملية استعادة جزيرة القرم، شبه جزيرة القرم، وبين أوروبا التي بوغتت بالعقوبات المقابلة من روسيا بأنها هي التي اليوم تعيش في دوامة وتبحث عن بدائل، والبدائل لن تكون بهذه السهولة وهذه البساطة. والرئيس بوتين اعتبر أن هذه العقوبات ستكون فرصة لروسيا لمزيد من الاستقلالية. واليوم كما قال يعني أحد المحللين إبرامز قال إن الغباء الأمريكي في العقوبات على روسيا هو من دفع الصين وإيران وسوريا إلى الحضن الروسي، وبالتالي أصبحوا معا يشكلون دائرة مالية مغلقة وينتهجون حلول، وبالتالي سيتم هناك حرب يعني اقتصادية بديلة على الدولار. ونذكر هنا أيضا بكلام الرئيس بشار الأسد حول عدم الاعتماد على أوروبا بالقول أن دول مجموعة البريكس هي تمثل 65% من الاقتصاد العالمي، وبالتالي علينا التوجه شرقا. أما يعني الترهات التي تحدث بها ضيفك حول الجولان وهذه الأسطوانة المشروخة، كلنا يعلم حرب التحرير سنة 1973 وخيانة أنور السادات التي ظهرت لاحقا، بأن مصر بجيشها العظيم لم تستطع استعادة سيناء إلا باتفاقية سلام مخزية، ولو أرادت سوريا استعادة الجولان بهذه الطريقة لكانت منذ سنوات استعادتها، ولكنها تريد أن تبقى واقفة على ذات الموقف. عندما اجتمعت نعم تحتفظ بحق الرد دكتور، تبقى ذات الموقف الاحتفاظ بحق الرد. يعني معليش نحن اذا بدك تذكر المشهد، نحن في لبنان مع هذه القوى الفائده اللي تحدثون عنها لحزب الله، نقتل في الطيونه ونقتل في خلدي ونقتل في شويه ولا نرد، لان لا نريد ان نحقق للعدو اهدافه وبجالنا على معركه في توقيته. سوريا اليوم في حاله عدوان دولي كامل، وبالتالي لم تطهر أراضيها. يعني نحن ندخر هذه الاعتداءات الإسرائيلية إلى الأوان، لا نريد خوض معركة بين الحروب، ولكن تأكد أن المعركة القادمة هي معركة زوال إسرائيل، وسوريا أصبح جزء من محور، وبالتالي هذا المحور أيضا له القرار في الرد على إسرائيل، لأن أي رد سوري يقابل رد إسرائيلي هناك تورط كامل بمعركة كبرى ليس هذا أوانها. اليوم أعلن هذا المحور بطرد النفوذ الأمريكي من غرب آسيا، وبوتين لن يكتفي بأوكرانيا بل هو يرفع سقف اليوم بالمطالبة بطرد
أمريكا من شرق أوروبا بشكل كامل. هناك إعادة للتوازن العالمي، هناك قوة كبرى كالصين وكروسيا وكإيران تقف على قلب رجل واحد لوقف الهيمنة الأمريكية. اليوم أوروبا هي من تدفع ثمن المغامرات الأمريكية، وسوف نجد في قادم الأيام حركات شعبية يعني تحاكي حكوماتها أو ترفض هذه السياسة لحكوماتها المعادية لروسيا. دعنا نتذكر قليلا لماذا اليوم أمريكا تحاول شيطنة روسيا مجددا. عند أزمة كورونا التي ضربت وعصفت بأوروبا بشكل خاص، قام ترامب بقرصنة الأجهزة الطبية الخاصة بأوروبا، بينما صفق الشعب الإيطالي وغيرها من الشعوب للجيش الطبي الروسي عندما دخل وقدم لهم مساعدات، بينهم كيف يصفقون لهم مشرفات المنازل ويستقبلون استقبال الأبطال. لا ينسى الأمريكي منظر رئيس صربيا وهو يقبل العلم الصيني بعد كل هذه الشيطنة التي مارستها أوروبا على روسيا بسبب العميل سكريبال. أوروبا التي تغزو في مالي وتقتل في ليبيا ومزقت ليبيا وتدخل في سوريا خلاف القانون الدولي وشاركت بغزو العراق، كل هذه الجرائم وفضائح أبو غريب وفضائح غوانتنامو، كل هذه الفضائح الأخلاقية لأوروبا حاولت شيطنة روسيا. واليوم أظهرت أيضا أوروبا وجهها القبيح من التعاطي العنصري، كيف تميز بين اللاجئ السوري واللاجئ الأوكراني، نعم. وكيف يتم التعامل طيب على دكتور، الدين والهوية طيب دكتور، كي لا نبتعد كثيرا عن المحور الرئيسي، عودة للأستاذ ياسر نجار. سيد النجار، عندما نسمع تصريحات لمستشارة الأسد لونا الشبل تقول فيها سوف تتخطى روسيا العقوبات المفروضة عليها وتتصدى لتلك العقوبات كما فعلت سوريا، يعني من يستمع لتصريح لونا الشبل هذا يقول إن الاقتصاد في سوريا في أوج قوته، وبالمقابل نظام الأسد دائما ما يرمي التدهور الكبير في الاقتصاد على تلاعب التجار ويتجاهل تماما الأحداث التي تجري اليوم، الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بالفعل على اقتصادات كثير من البلدان ليس فقط في سوريا. كيف تعلق على هذه الجزئية؟ يعني سأتفق مع لونا الشبل، فعلا كلامها دقيق، أن يعني الاقتصاد السوري في حالة جيدة وتخطى الأزمة، خصوصا يعني إذا كان نعلم أن الليرة السورية الآن تقريبا وصلت إلى 3500، يعني الدولار وصل إلى 3500 ليرة، بينما قبل الثورة كان في 50 ليرة، يعني حوالي نتكلم عن 70 ضعف. جيد، هذا الكلام يعني يمكن أن يكون منطقيا، يعني لنقولها بصراحة الاقتصاد الروسي سيعاني نفس المعاناة، ويمكن أن يتحول الروبل من 80 إلى 8000، هذا ما وصل إليه. يعني الآن الروبل في الأسواق السوداء لا تجده ب 300، تستطيع أن تبيعه في البنوك ب 120 130 140، ولكن أن تشتري روبل فهيات هيات. يعني إذا 300 أو 400 روبل تشتري دولار فأنت يعني سيكون نصيبك الجنة. لذلك أنا بتصوري فعلا كما قالت لنا الشبل، روسيا ستتحمل العقوبات، لكن لماذا؟ لأن اقتصادها ليس قوي، ولكن لأن شعبها مغلوب على أمره شأنه شأن الشعب السوري. الآن الشعب السوري المتبقي تحت مظلة بشار الأسد يعيش على يعني على رحمة ربه كما يقال. البطاقات التي كان يدعم بها أصبحت جزء منها ملغاة، الناس لا يعرفون كيف يؤمنون الخبز وليس المواد الثانية، أصبحت المواد الثانية من الرفاهيات. الآن بتصوري روسيا ستعيش نفس المعاناة، ولكن كما قلت كلا الشعبين مغلوب على أمره لأنه يعيش تحت حكم ديكتاتوريات، وهذا ما وجدناه أيضا في إيران. أيضا إيران نظام ديكتاتوري، صحيح أنه يتكلم ويتشدق بانتخابات على مستوى الحكومة، ولكن بالنتيجة ولاية الفقيه هي من تولي الأمور وهي التي تدير هذه الأمور كلها وتقمع أي ململة من حال الشعب. لذلك أنا أتوقع روسيا كدولة شمولية لن تقبل بأي حرية وأي ديمقراطية على مستوى الدول التي لديها حالة وصائية عليها أو تجاورها. هذا ما وجدنا عندما دعمت روسيا نظام بشار الأسد الدكتاتوري، هذا ما وجدنا عندما وجدنا أن روسيا تدعم الآن ما يعرف بعملية الحرب والاعتداء على أوكرانيا. ولكن غريب، يعني أستغرب كيف يستحضرون القانون الدولي عندما يقول أن الدول الغربية تدخلت في سوريا على خلاف القانون الدولي. ماذا عن القانون الدولي الذي خطأ واتهمت روسيا بأنها تعتدي وتحتل أراضي أوكرانيا؟ هل نستحضر القانون الدولي؟ يعني متى يطيب لنا أن نستحضره ونغيبه، متى نريد أن نغيبه؟
يعني الكيل بمكيالين أستاذ نجار. عودة نحترم عقول المشاهد، هذا الأمر لا يمكن أن يكون، سيما وكما نقول أن الآلة الحربية العمياء الروسية تقتل المدنيين وتحاصر المدنيين وتجوع المدنيين، وأربى بأي مثقف عربي من باب أولى أن يعرف، وخصوصا عاش معاناة الحرب في لبنان، أن يعلم ما هي يعني ما لماذا يجب على هؤلاء المدنيين أن يتحملوا عن جهيات الدكتاتوريات. لذلك دعونا يعني نقدم حالة ثقافية يعني تحترم العقول، ولا نقدم حالة اصطفافية لمجرد أننا نريد أن نقول أننا على حق. روسيا التي هي شريكة إسرائيل في اعتدائها على سوريا من خلال الضربات الجوية، ولكن المعتدى عليه سواء الميليشيات الإيرانية أو حرس الثوري الإيراني أو حتى جيش أبو شحاطة، نجدهم يلتزمون أن روسيا حليف لهم وهي ضمن محورهم. عن أي محور تتكلمون؟ عن محور روسي إسرائيلي. كنا نعلم أن حزب الله يمهد ويريد أن تكون روسيا حالة وساطية لعملية امتصاصات، ولكن يعني بالغتم كثيرا في العلاقة مع روسيا التي هي أول من أول الدول التي اعترفت بإسرائيل. نعم أستاذ أو دكتور حدرج، باعتقادك البعض يقول إن الصمود الروسي أمام العقوبات سيستمر حتى يصل سعر تصريف الروبل الروسي مقابل الدولار، كما حال الليرة السورية مقابل الدولار، والضحية بالمحصلة الشعب الروسي كما كان الضحية في سوريا الشعب السوري. يعني الشعب الروسي تاريخيا قدم 20 مليون شهيد حتى لا تسقط ستالينغراد، وبالتالي هو شعب عقائدي، شعب منتصب بدولته، شعب يستطيع المواجهة، وهو يواجه منذ سنوات هذه العقوبات الأمريكية والأوروبية الجائرة. أما الحديث عن سوريا واقتصاد سوريا، الشعب السوري ما زال صامدا حتى اليوم، وهذه الأزمة ليست موجودة فقط في سوريا، ها نحن في لبنان من 1500 ليرة إلى 30,000 ليرة، 20 ضعف مرة واحدة، من 20,000 صفيحة البنزين إلى 450,000 كيلو، كل شيء ضربه بعشرين ضعف في لبنان. نعم بسبب وجود دكتور حدرج، يقول البعض بسبب وجود أنظمة دكتاتورية كما في سوريا، وجود نظام دكتاتوري كما في روسيا، كما في لبنان وجود ميليشيا حزب الله. في لبنان حزب الله الذي سرق 170 مليار دولار ودائع، وحزب الله الذي سبب فجوة 69 مليار داخل البنك المركزي، حزب الله المسؤول عن الوكالات الحصرية، حزب الله مسؤول عن العقوبات الأمريكية، حزب الله مسؤول عن كل هذا، هذه الشماعة التي يخدعون بها الشعوب. ماذا عن العراق؟ طب في العراق ماذا يحصل في العراق؟ لماذا هذه الدولة الغنية التي غزتها أمريكا واستمرت فيها 20 عاما خلفتها دولة مهشمة، دولة محطمة، دولة نعم. ونحن لا نقول دكتور حدرج إن النظام الحاكم في العراق بأنه نظام غير محكوم، النظام في العراق كذلك مرتهن لإيران كما يقول الكثير. لإيران أمريكا تحتله وهو مرتهن لإيران. ما هذا الفشل؟ لماذا تتعلقون بأمريكا كل هذا التعلق ما دام تحتل الدول وهي تقع تحت يد إيران؟ ما هذه يعني الشيزوفرينيا عن الانفصام بالتعاطي؟ ما علاقة إيران بليبيا؟ ليبيا الممزقة اليوم يعاني شعبها الأمرين بسبب من؟ اليمن أيضا بسبب إيران. صديقك يتحدث عن المدنية وعن الحضارة، أنا أسمع له يوما تنديدا بما تقوم به السعودية منذ 8 سنوات بأسوأ كارثة إنسانية ل 23 مليون يمني يفقدوا الدواء والغذاء والماء وكل على القصف اليومي والنجازة اليومية. الأمم المتحدة وضعت السعودية على لائحة العار ثم أزاحتها، تقول أنها ستوقف مساعداتها لليونيسف، يعني ابتزاز مالي من قبل الأمم المتحدة أمام أكبر كارثة إنسانية. لماذا نكيل بمكيالين؟ نعم طيب دكتور حدرج القانون الدولي اليوم، نحن نستحضر القانون الدولي، صمتتم عن كل الانتهاكات، عن غزو الدول، عن ارتكاب المجازر، ولم تحركوا ساكنا، لا بالقانون الدولي ولا الأمم المتحدة حركت ساكنا، بينما طيب. عندما بوتين يقوم بفعل مشابه في منطقة واحدة تقوم القائمة، وأين القانون الدولي؟ وهذا غزو من دولة لدولة أخرى، ويقوض كل ما القانون الدولي من حيث فتح الحدود
للإرهابيين للدخول إلى أوكرانيا والقتال إلى جانب الجيش الأوكراني، ويتسن القوانين لأجل هذا الموضوع. أي قانون دولي يبيح لبريطانيا أن تجمد أصول وأموال؟ طيب ابقى مع دكتور حداجي. نعم. في حالة حرب مع روسيا. طيب. هذه الجزئية سأطرحها، السؤال الذي تحدثت به منذ قليل حضرتك أستاذ النجار، يعني الأنظمة الحاكمة في سوريا، في روسيا، في لبنان، في العراق، كلها أنظمة ملائكية ما شاء الله، يعني ودائما ما تضعون إيران الشماعة لما يحدث في المنطقة، يعني كيف ترد على هذا الأمر أستاذ النجار؟ تفضل. يعني نحن لا نتبلى أو نتكلم بلساننا، لنتكلم بألسنتهم. من قال أنهم يسيطرون على 4 عواصم عربية؟ هل نحن الذين قلنا أم هم الذين يقومون؟ يعني إيران هي نفسها، يعني أستغرب من أن يكون ضيفنا ملكي أكثر من الملك. إيران نفسها تقول على أنها تتحكم ب4 عواصم عربية. هل أنا الذي ذكرت أن إيران تتدخل في اليمن وتتدخل في العراق وتتدخل في سوريا وتتدخل في لبنان؟ نحن لم نذكر، نحن نراقب ونعاني. أما إيران فتتبجع وتقول باستعراض لعضلاتها أنها تتحكم. هذا من جانب. من جانب آخر، إيران نفسها الآن تتعامل من باب الديماغوجية، قالت أنها ستبيع النفط والغاز إلى أوروبا بدلا من الغاز والنفط الروسي، وهذا ما أزعج روسيا. وأيضا كان لروسيا مواقف على طاولة المفاوضات في فيينا، وهذا ما أزعج إيران. إذن في النتيجة هؤلاء يتفقون مصلحيا على شعوبهم، على 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 أي شيء، بس بالمقابل يكون لديهم مصالح خاصة بهم على مستوى الدكتاتوريات أو دكتاتورية ولاية الفقيه إذا أحببتم أن تسموا. نعم، يعني إذن ما الثمن أستاذ النجار الذي من الممكن أن يدفعه اليوم بشار الأسد أكثر مما قدمه لروسيا من قاعدة عسكرية على ميناء طرطوس وقاعدة حميميم، والآن إرسال المرتزقة إلى روسيا للقتال في أوكرانيا؟ ما الذي يمكن أن يقدمه للأسد أكثر من ذلك؟ انتهى الأمر بالنسبة لسوريا. سوريا أصبحت ورقة بيد المفاوض الروسي. المفاوض الروسي هو الذي يجلس على طاولة المفاوضات سواء مع الأمريكان أو مع تركيا أو حتى بوجود أحيانا ولاية الفقيه بجوارهم أو بجوارهم، ولكن بالنتيجة روسيا هي التي تتحكم بهذه الورقة. الورقة السورية ستسقط على طاولة المفاوضات في اللحظة والزمان المناسب، وبالتالي سيكون هناك ثمن كبير يدفعه نظام بشار الأسد ومن يلفون من حوله. لذلك أنا بتصوري يعني الجميع يعلم أن بوتين في حالة عنجهية سيستمر من أجل أن يفرض كلمته، ولكن بالنتيجة إذا أراد أن يضحي بشيء فرأس بشار هو أول رأس للتضحية، كون أنه كبل وشبك الاقتصاد يعني الاتفاقيات كلها على الأرض. نعم. سأعود لك أستاذ نجار، الوقت ضاق معنا، عودتنا لك دكتور حدرج، وبدقيقة واحدة لو سمحت، هل سيتخلى اليوم بوتين عن دعم بشار باعتبار أن رجل الآن غرق في وحل الحرب الأوكرانية؟ بدقيقة لو سمحت. اولا رئيس بوتين لا يتعاطى كما تتفضلون مع سوريا الا كونها حليف قوي، وهي لولا وجوده في الشرق الاوسط وتثبيت اقدامه في المياه الدافئه ربما لما كان اقدم على هذه العمليه العسكريه، ولا يخشى كما حصل معه في افغانستان لان الظروف تغيرت ولديه حلفاء اقوياء. وانا مره سالت الكبير زازبكين، واليوم لدي لقاء تلفزيوني معه بعد قليل، أن أصبحت قطب في مواجهة أمريكا، قال لي لا بل نحن أقوياء بحلفائنا الصين وروسيا، الصين وسوريا وإيران. وبالتالي هذا الحديث العبثي الذي تحدثون عنه، انظروا إلى حلفاء أمريكا كيف ترمي بهم عند أول مفترق. هذه هي أمريكا وهذا هي أدواتها في المنطقة التي تحاولون أن تصوروا روسيا أنها كذلك. روسيا على مدى التاريخ لم تخالف أي عهد مع أي دولة، وهي ليست دولة ذات أطماع ولا تغزو دول، بل واضح المساعدة واضح جدا دكتور، واضح ليست. أنتم تذهبون دائما تضربون الأمثلة في العراق وسوريا ولبنان، ولا تحدثون عن النظام السعودي وغزو اليمن، لا تحدثون عن ليبيا وما يحصل فيها. نعم واضح دكتور، واضح أن روسيا ليست ذات أطماع، واضح جدا. نعم ما يحصل في سوريا والآن في أوكرانيا واضح
واضح دكتور. على الأقل لا أتت إلى سوريا بطلب من الحكومة السورية وحسنا فعلت، ونحن نرحب بهذا الدخول ونرحب طيب بالتعامل مع روسيا وسنبقى إلى جانب روسيا. نعم. طالما هي أستاذ ياسر نجار. نعم. الشيطان الأمريكي. أستاذ ياسر نجار بدقيقة واحدة تفضل. ستغرق روسيا في المستنقع الأوكراني عندما كان هناك حلف وارسو وروسيا الاتحاد السوفيتي العظيم خلال بضع سنوات خرج من معركة ليس مهزوما وإنما تفككت الاتحاد السوفيتي. الآن روسيا بدون حلف وارسو وبوجود كما سماهم صديقنا حلفاء استراتيجيين يعني شبه دول بالنسبة لسوريا أو بيلاروسيا ستعاني المعاناة كبيرة. فقط بضع سنجرات في أفغانستان حطمت يعني العنفوان الاتحاد السوفيتي. الآن سيكون أوكرانيا مستنقع وحش ستغرق فيه، سيغرق فيه بوتين وسيغرق أيضا الجيش المرتزق الذي أرسله بشار الأسد باتجاه بوتين، وبالتالي ستكون هناك خريطة عالم جديدة. وأنا بتصوري روسيا الفيدرالية أيضا ستخرج من هذه المعركة بمقتل، ولكن الذي سيحافظ عليها هي صديقتها أمريكا التي تريد دائما الأصدقاء أن يصوروها عدو لروسيا. بالنتيجة أمريكا هي التي حافظت على بقاء روسيا عندما انهارت بعد الاتحاد السوفيتي، وأمريكا من مصلحتها أن تحافظ على روسيا الشكل الحالي من أجل أن تكون حاجز أمام الصين وليس قوة روسيا العظمى أو حلفاء روسيا العظام. شكرا جزيلا لك الأستاذ ياسر نجار الأكاديمي والمحلل السياسي وضيفي كذلك من لبنان الدكتور قاسم حدرج أستاذ العلاقات الدولية. شكرا لكم سادة المشاهدين على طيب المتابعة ودمتم بألف خير.